تم استلام العربيه بفضل الله وبنعمه، يعني الحمد لله، واستقبلونا على استقبال بكرم ربنا سبحانه وتعالى علينا، ان ربنا انعم علينا بناس ذو خبره وليهم مصداقيه في الحياه. 100 احسن واحد اين ستوب حبيبي، مبسوط استاذ محمد 100 وشغله 100 والحمد لله على كل حاجه. اللهم صل على النبي، في حاله الفابريكه اللي فيها حته صغيره وما تسكرش وما تعبش العربيه باي حاجه، واللي متبلغ بيها في قلب الاخطار في البدايه. ربنا سبحانه وتعالى يقويكم ويجعلكم في الخير دايما وتحبوا الناس وتحبوا كمان. العربيه شيكت عليها لقيتها تمام؟ لا لا بصراحه الله ينور، يعني اهم حاجه مبسوط يا باشا، قاعد بيتعامل معاكم مبسوط والله حبيبي. والله مش كلام بجد، ربنا يحفظك يا رب ويديلك خير يا رب. الله يصلح لك ان شاء الله، مش اول تعامل باذن الله. اكيد طبعا الله يصلح. لا تمام الله ينور، ناس محترمين والله. ايه رايك في المواعيد مظبوط؟ لا تمام مظبوط الله ينور عليكم. العربيه تمام استاذ الله ينور. ايه رايك تعمل معانا الاستار؟ الاستار عملي بجد والله، الله يبارك فيك. ايه رايك في العربيه بقى؟ ايه رايك؟ مشاهدينا برحب بحضراتكم في حلقة جديدة ولقاء جديد. عفوا لقد نفذ رصيدك، برجاء الشحن مرة أخرى ومعودة الاتصال. جملة أغلبنا بيسمعها لما رصيد الفون أو النت بينتهي، بس حد فاكر لو رصيد المعزة والحب والاحتواء والاحترام خلص هنجدده إزاي؟ وإيه الطريقة اللي نقدر نحافظ بيها على رصيد الناس عندنا، الناس اللي بنحبهم بجد وما نقدرش نبعد عنهم؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة، وبيسعدني ان بتشاركني في تقديم حلقه النهارده الزميله دنيا عاطف. اهلا بيك يا دنيا. اهلا وسهلا بيك يا محمد، برحب كل مشاهدينا مشاهدي قناه الصحه والجمال، برحب بالاستاذه ميرفت اخصائي الصحه النفسيه. طبعا النهارده حلقتنا مختلفه، ويعني سعيد جدا انه استاذه ميرفت سليمان النهارده اخصائي الصحه النفسيه موجوده معانا للمره الثانيه على قناه الصحه والجمال. اهلا بيك يا سليمان، نورتينا وشرفتينا. ربنا يعزك رب. اهلا بيك يا دنيا. عايزين بقى في البدايه، يعني ايه لقد نفذ رصيدكم؟ يعني خلاص مالكش اي رصيد عندي، معزه، غلاوه، حب، تقدير، احترام، الرصيد خلص خلاص، اللي هو يعني ما ينفعش حتى يتشحن. احنا بنقول دايما لما بيجي لك الرساله عفوا لقد نفذ رصيدكم، بيبقى خلاص كده ان انت ما معكيش اي رصيد لاي مكالمه خارجيه او لاي رساله واتساب او خلاص رصيدك خلص خالص. لما بتحاولي حتى تشحنيه بقى، هنا بقى بتحصل المشكله. انت ممكن تشحني لما رصيدك بيخلص، امتى بقى رصيدنا بيخلص عند الناس؟ ان انا ما معيش رصيد لاي حد ان انا اكلمه او ان انا اتواصل معاه، هنا بقى هي دي نفذ الرصيد، الغلاوه او المحبه او المعزه او حتى الاحترام لناس كانت حطيتها في مكانه معينه فرصيدها خلص عندي. تمام، احنا كويسين مع بعض ولكن رصيدك انتهى. طيب هو ايه هي الارصده اللي احنا محتاجين اللي محتاجه مننا اننا نشحنها تبقى مفتوحه الاجل؟ يعني اكتر حاجه الاهل مثلا، يعني انا مش هينفع خصم اختي مثلا، هقول يعني حتى لو احنا زعلانين، ما طبيعي اي اتنين اخوات ممكن يتشكلوا مع بعض، ممكن يتخانقوا على القلم روج، لكن دايما ليها رصيد عندي اللي هي اختي، مش هينفع استغنى عنها. رصيد الزوج مثلا، احنا بينا عشره وموده وحب وحاجات كتير، ما ينفعش اول مع اول مشكله اقول لا خلاص رصيدك خلص عندي. طبعا ولادي رصيد مفتوح على طول، زعلوا بقى هو عملوا فيا حاجه للأجل. ده مفتوح على طول، والزوج برضو والاهل، لكن احنا الزوج بيجي عند مرحله معينه كده للاسف في البيوت بتقف الرصيد بيقف. بيبقى عايز اعاده شحن الفون نفسه بقى، مش الرصيد بس، الفون كله عايز يتشحن من اول وجديد. المصنع عايز اعاده ضبط مصنع، اعاده ضبط مصنع من كامل بقى كامل. بنوصل لمرحله معينه كده، لكن الاغلبيه طبعا بيبقى اهلي وولادي، زوجي، بيتي، هو ده اللي محتاج مني دايما فاتوره كامله ودايما مشحون معايا. يعني مين اول حد يعني بنجري نشحن الرصيد عنده او منه؟ بنشحن منه او عنده احنا بنشحن من ولادنا. يعني انا ممكن حتى لو انا زي الام مثلا بتبقى متعثره جدا في الولاده، واول ما تشوفي البيبي خلاص يعني سبحان الله، يعني بقى كل التعب ده خلاص خلص. يعني ده ولادها اول حاجه. اصل بص هقول لك حاجه، احنا عندنا ولادنا اغلى من اي حد في الدنيا، اغلى من الام والاب اصلا.
يعني انت ممكن تستحمل اي حاجه الا على اولادك، ما تقدرش تستحمل تعب ابنك، ما تقدرش تستحمل وجع بنتك. بتبقى الام اكتر حد ضعيف من ناحيه ولادها قوي، انت ما بتقدرش تستحمل. الام والاب بس الام بشكل اكبر، الام اكتر بكتير، لانها اللي بتربي وتعبت وشقيت اه يعني الام هي اللي بتتعب والاب هو اللي بياخد الجايزه. انت خلفت، الام هي اللي بتسهر طول الليل والاب هو اللي بياخد الجايزه. بس الاب ليه دور والام لها دور طبيعي. ما هو لازم، ما احنا ما هي شركه يا استاذ محمد، يعني هي كده كده شركه اصلا. احنا مش كل واحد منفصل في حياته، احنا مع بعض في كل حاجه. احنا بنتكلم ان الام بيبقى ليها الجانب الاكبر في الاحتواء، الجانب الاكتر في رصيدها هي حتى يعني ربنا نفسه خاص الام، يعني امك ثم امك ثم امك والجنه تحت اقدام الامهات. احنا مش هنقول بقى لا الاب اكتر، لا الام هي بكل حاجه. بص الام بكل مفهوم كلمه ام، لو الولد تعب، لو مرضتي، والله الام دي ممكن ما تنامش ولا 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 لحد هو ممكن يزوج يقول لها خد ابنك وطلعي بره عشان انا مصدع وعايزه انام، عندي شغل الصبح. وللاسف الراجل برضو عنده حته، لما بيكبر ما بيعرفش قيمه بعض الناس الا من رحم ربنا، ما بيعرفش قيمه امه، ما بيعرفش قيمه اخته، ما بيعرفش قيمه لما بيخلف، فبالتالي بيخش في جدوله. اه فعلا هو ما بيعرفش قيمه الام وتعبها معاه غير لما بيكون هو نفسه اتحط في نفس الموقف ده. لازم يحس ان قد ايه امه كانت لما بتزعق له مثلا وهو صغير على حاجه غلط بيعملها كانت قصدها مصلحته، مش قصدها ان هي تعنفه او تعسفه في حاجه معينه. فيما بعد يعني بيعرف ده لما بيكبر شويه، كل ما انا النهارده مش زي امبارح، انا النهارده مش زي امبارح، في نضج وفي تفكير، كل حاجه بتتغير يعني. صح. طيب يعني ايه هي مراحل رعب العلاقات؟ اقول لحضرتك بقى يعني ايه اصلا رعب العلاقات. رعب العلاقه ده بقى، رعب العلاقه ده اصلا اللي هو اتنين ما كانوش يعرفوا بعض وفجاه بقت مخطوبين مثلا، اللي هو زي زواج الصالونات، او ان هم يعيشوا مع بعض في بيت واحد. هو ده الرعب. إيه انسان ما كنتش عارف عنه اي حاجه، انا دلوقتي هعيش معاه، تقريبا كل تفاصيلي هتبقى معاه، فان انا اتعامل مع حد ما كنتش اصلا يعني. احنا ايام الخطوبه بتبقى ايه، في كده حاجه مسترسله بينا، يعني انا بقدم احلى ما عندي وانت بتقدم احلى ما عندك، فتمام. انما بعد الجواز بتبقى حاجه تانية بقى. هو ده رعب العلاقه، ان انا داخله حياه جديده لازم ابقى قد المسؤوليه اللي انا داخلاها. اصل الجواز مش اكل وشرب وخلاص، لا ده مسؤوليه بيت ومسؤوليه اطفال ومسؤوليه زوج برضو ومسؤوليه مراحل، يعني مراحل من البدايه وبتبدا. ما حديث الزواج غير الناس اللي متجوزه بقى لها 10 سنين طبعًا. غير الناس اللي خلاص يعني قدموا في الجواز شويه. لكن احنا بنتكلم في الرعب، ان انا ازاي اقلم حياتي وابين دايما ان انا قد المسؤوليه اللي انا اتحطيت فيها، مش ان فرحت بالفستان وعملت فرح فهخش البيت دوت خلاص كده الدنيا انا كده كده هدخل هصطدم بحاجات انا ما كنتش متوقعها. طب هي تعرف منين ان هي داخله على مسؤوليه؟ يعني المفروض ان هي لا يا دنيا الوعي بالام، ما هو ده تربيه، احنا عايزين نبتدي من التربيه. ما بيعملوش كده يعني. لا ازاي؟ ناس كتير مش بتوعي بناتها ان هي يعني ان هي انت داخله على مرحله جديده، فلازم ان هي تعرفها نقط او بعض الحاجات اللي هي لا ازاي لازم. ازاي احنا بنتكلم بقى، احنا دلوقتي بنتكلم على التربيه السليمه، لازم يكون في وعي. التربيه السليمه دلوقتي الام هي اللي عليها العائق ده، ان انا هبتدي اوعي بنتي انت الحقيقه مسؤوليه. وبعدين بصي انا هقول لك حاجه، البنت بتشوف باباها ومامتها بيتعاملوا ازاي، الام ازاي بتحافظ على البيت وكيان البيت، اكيد هيحصل مشاكل ولازم يحصل مشاكل، ازاي الام بتتخطى المشاكل دي، ازاي بتقدر تكمل مع الزوج، ازاي ان هي اصلا بتتعامل معاه على انه مش مجرد حد بيجيب لي اكل واشرب وبيصرف عليا، ده كيان وموده ورحمه. يعني ربنا خلق بينا ولا تسكنوا اليها وجعل منكم ازواجا لتسكنوا اليها. السكن هنا مش ان انا اسكن معاه في البيت، السكن هنا ان هو يبقى هو محور حياتي كامله، ان انا كل حياتي في السكن ده، اكل وشرب بقى وسعاده وحب. يعني الزوجه اللي زوجها مثلا بيخاصمها بتبقى الدنيا سودة جدا في عينيها، والزوجه اللي حتى لو الدنيا كلها بقى يعني مفرحوها هي نفسها ما بتحسش بسعاده، والعكس صحيح. طول ما يا استاذ محمد بقول لها ماشي، هناخد فاصل ونرجع نكمل حلقتنا ونستكمل موضوع حلقتنا ان شاء الله. ماشي، فاصل وابقوا معنا. يا باشا لا 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 ده واجبنا وعرفنا نفسه ومكانكم يعني. رشح نايم ستار لاي حد صاحبك ولا مش انت مش هقول تعمل باذن الله معاكم بعد رجعنا لحضراتكم تاني وبنستكمل حلقتنا مع ضيفة حلقة النهاردة أخصائي الصحة النفسية أستاذة ميرفت سليمان. برحب بحضرتك مرة أخرى. أهلا بك.
استاذه ميرفت عايزين نعرف يعني ايه اللي بيعمل مشاكل جوه كل بيت، او ايه اللي بيعمل مشاكل في كل حياتنا بشكل عام؟ لا هو جوه البيت غير دي كل المشاكل. اه طبعا. جوه البيت احنا دلوقتي في اتنين معانا متحملين مسؤوليه بيت. اول حاجه بتعمل بينهم مشاكل عدم التفاهم بينهم وبعض. يعني تلاقي هو اول حاجه طبعا لازم اهم حاجه التفاهم، ان انا ابقى فاهمه متطلبات الحياه دي ماشيه ازاي، والزوج نفس الحكايه، ازاي هو بيكون فاهم متطلبات الزوجه، متطلبات البيت. ما احنا قلنا مش اكل وشرب بس، لا ده في متطلبات تانية، المسؤوليه، كل واحد فينا عليه مسؤوليه. احنا الاثنين ماضيين على العقد، فاحنا الاثنين مسؤولين عن بناء البيت ده. مفيش واحد لوحده مسؤول عن حاجه واحد تاني لا. اللي بيعمل مشاكل بقى ايه؟ ان انا دلوقتي مثلا زي ما بنقول كده، في ناس بتتزوج من مكان تاني او من محافظه تانية. يعني انا مثلا من القاهره، حد بيتجوز مثلا من المنوفيه، الكالتشرز بتاعتهم ما بتبقاش واحده، الثقافه مش واحده، مش واحده. فمثلا هي متعوده على حاجات معينه، تصحى مثلا الساعه 5 الصبح، متعودين على كده. الزوج لا، طب انت، انا مش متعوده اصحى بدري، لا ما صحينيش بدري قوي كده، انا شغلي مثلا الساعه 8، ليه اصحى 5 مثلا؟ ادي مشكله بتقع بينهم. كل واحد بيفكر في حاجه، يعني هي بتفكر انها ترضيه، هي بتحاول ترضيه بس بطريقتها وبتفكيرها تربيتها، فمفيش تفاهم، فده اللي بيسبب بيعمل مشكله المشاكل. طبعا طبعا. مثلا احنا موضوع دلوقتي السوشيال ميديا، ان هو واخد الناس قوي. تلاقي مثلا الزوج جاي من الشغل ماسك التليفون، وهي طول النهار قاعده لوحدها، لو لسه ما فيش اطفال او حاجه، فقاعده مستنيه يجي عشان تتكلم معاه، لكن هو طبعا فهو بيجي بقى طول النهار بقى بيتكلم بره في شغله، او مثلا تعبان فعايز يرتاح شويه. هنا بقى مفيش التفاهم بين ان انا استنى شويه لما الزوج يدخل عشان اعرف اتكلم معاه، وهو ما عندوش ثقافه ان انا ليسننج، ان انا مش بسمعها، يعني انا مريح مخي، فاللي هو بعملها كده او استني شويه او وخلاص، وبكبر دماغي من الحوار اللي داير بينا. تمام، عشان هو طبعا بيبقى تعبان طول النهار بقى شغله كده، بس احنا عايزين بقى نوفق ان احنا ايه، يبقى فيه لغه حوار بينا. انا عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، ان ما فيش حاجه اسمها حب في الجواز، اللي هو الحب في القران مثلا اتذكر في علاقه غير شرعيه، وعن نفسه قد شغفها حبا سيدنا يوسف. الحب هنا اتذكر، اتذكر الحب هنا في علاقه ايه، محرمه، ولكن ربنا ذكر العلاقه بين الرجل والمراه في الزواج موده ورحمه، ان انا اودها، ان انا ارحمها، وقت ما تبقى تعبانه انا ابقى موجود معاها. المواد ان انا دايما اسال عليها، يعني ما لقاش قاعده ساكته كده فانا خلاص، انت اكيد ساكته في كويس، انت كويسه؟ كويسه، طب خلاص. ما بسالش، ما بهتمش، الاهتمام ده اصل هي مين تاني هيهتم؟ مين تاني هيطبطب؟ يعني شبع مراتك حب وحنيه، علشان للاسف السوشيال ميديا دلوقتي مديها فرصه للناس الحزينه. يعني ممكن تلاقي واحده قاعده بيحصل خراب بيوت كتير ما شاء الله، يعني تبقى الواحده مثلا منزله بوست ان هي متضايقه او مخنوقه او اغنيه حزينه، مش هنقول ان هي كانت بتتكلم، تلاقي بقى الناس داخله بقى على الخاص، انا شايفك حزينه، طب انا زي اخوكي، لو حابه تفضفضي انا معاكي. وللاسف للاسف يعني هي في بعض، الا ما رحم ربي طبعا، في بعض قليل جدا بتنساق ان هي بتسمع كلمه حلوه، حد بيسالني انت مالك، عامله ايه، طب انت زعلانه ليه، وفي حين ان الزوج بيبقى ممكن يبقى ما بيسالش، الزوج ما بيسالش. اما انا بقول لك ممكن يبص لها ويقول لها انت كويسه، انا كويسه، بس مفيش احساس، بس انا كويسه وانا ساكته ازاي، ما انت المفروض تسالني انا ليه ساكته. تمام، لازم برضو يبقى عنده السنس، فين السنس بقى دوت ان انا احس بيها، هي لا هي ما بتقولش يعني. هنيجي بقى للعكس، الراجل بقى لو قاعد على النت مثلا وشايف واحده بقى ايه ما شاء الله يعني حزينه شويه، فيحب ان هو ايه بقى ياخد ويدي معاها في الكلام. طب ما انت اهل البيت اولى ان انت تسالها بالظبط. وعايزه اقول لك بقى ما شاء الله الستات عندها السيجنالز بتبقى عاليه جدا، ان هي بتبقى عارفه كده ان انت بتعمل مصيبه على الموبايل، صح؟ انت انا شايفاك، اصل هي بتبقى ما شاء الله عليها يعني واخده بالها من الحركات اللي بتبقى ايه، بيقرا حاجه فبيضحك، بيمسك الموبايل كتير. الستات ما شاء الله، بقول لك، ما انا اقول السيجنالز عندهم عاليه جدا، الاشارات دي بتبقى واضحه كده ان العلاقه دي فيها حاجه مش مظبوطه. هي دايما بتبقى حتى في اولادها لما بيلعبوا مع بعض او اولادها يخاصموا بعض، هي بتبقى اكتر واحده عندها درايه ان في حاجه في النص مش مظبوطه. اولادي انت مزعل اخوك، صح؟ انت مزعل اخوك، انت مثلا ما بتلعبش معاه ليه او كده، او بقى بالظبط كده زي ما بنقول كده، صدق قلبك ان زوجك في حاجه مش صح. ممكن تساليه مالك، ممكن يكون مشغول، من في عنده مشكله ومش حابب يشركك في همه، فمش لازم بقى اقول له لا، لازم تقول لي. انت مش عايز تقول لي ليه؟ ما انت لو بتحبني كنت عرفت. احنا عايزين يعني ثقافه ان احنا نتهاون مع بعض في الكلام، وفي نفس الوقت برده ما سيبوش وخلاص، انت مش عايز تتكلم خلاص، انت حر، خلاص براحتك، مش عايزين برضو ان شويه وبعد كده يعني ارجع له تاني بطريقه الست الحنونه، اللي هي في الوقت المناسب، في الوقت اختار الوقت، اهم حاجه ان انا اختار الوقت، ولكن برضو في نطاق الموده والرحمه، ان احنا نحترم بعض ونود بعض ونرحم بعض. ما بقاش شايفه طول النهار مضغوطه وتعبانه مع الاولاد والبيت، وي وي وي، واجي اقول لها هو انت ما كويتيش الهدوم؟
طب ما انت ممكن مثلا نبعت المكوى مثلا عند المكوى جه على اساس ان احنا نرحمها شويه يعني حاجات هي تقدر تعملها وحاجات هي تبقى الرحمه ان احنا ايه الحاجات اللي اقدر اعملها بدلها ممكن اقوم بيها من غير ما ايه ما اضغط عليها وهي اصلا مضغوطه من البيت وشغل البيت والاولاد والمذاكره والنادي. ما شاء الله الست المصريه خصوصا الست المصريه بتشتغل ام ودكتوره وبقاله ومكوجيه يعني ما شاء الله بتقوم بكل حاجه فهي مستنيه في الاخر خالص ايه كلمه حلوه بس هي إيه والله مش عايزه غير الكلمه الحلوه اللي تهديها اللي تخليها تبقى ايه مقبله ان هي تعمل كل حاجه بحب مش تعملها وخلاص. انا ممكن ايه اعمل حاجه وانا بقول خلاص حاضر هعمل ومن جوايا مشحونه انا اصلا مشحونه ومش يعني خلاص هعمل لكم اللي انتوا عايزينه. هي بتعملها عشان هتعملها بقى هي كده كده هتعملها زي مثلا لما بتقف في المطبخ كتير هي غصب عنها ما حدش هيعمل غيرها لكن لما تعمل الاكل لاولادها بحب او لزوجها بحب والله بيبان في الاكل بيبان ان هي عملت الحاجه دي بحب وبتقعد بقى تفنن وتبقى فرحانه وهي بتقدم لزوجها. يعني مثلا ممكن يبقى زوجها قاعد بره تلاقيها بتعمل له فنجان القهوه من غير ما يقول وتطلعه له قد ايه لمسه حلوه قوي منك مش لازم يقول لك اعملي لي قهوه حاجه بسيطه عشان انت ايه اديتها اللي هي محتاجاه كلمه حلوه هي نفسها تشوفك مبتسم لها بس فبتعمل لك فنجان القهوه من غير ما انت ما تطلبه. طيب يا ترى الزواج بقى قرار صح ولا غلط وازاي نقدر نقيمه؟ لا هو قرار صح عشان ربنا اللي ذكره طبعا. هو كل هو شر لابد منه هو كلنا الحمد لله عشان الامه تستمر يعني ولكن الاختيار هو اللي صح ولا غلط هو ده السؤال الاختيار إن لازم اختار حد جدير ان انا اعيش معاه جدير بتفكيري في مستوى الثقافي ومستوى العلم ومستوى يعني لازم ما اروحش مثلا اجيب واحد عنده 60 سنه يتجوز بنت عندها 13 14 سنه مفيش توافق مفيش توافق ولا توافق ولا السن ولا الثقافه ولا اي حاجه طبعا التفاهم بقى بيننا يعني ما احنا قلنا دي اهم حاجه اهم حاجه موده ورحمه وتفاهم طول ما انا زوجي هو اهم حد في حياتي هو واولادي دايما هبقى عامله حسابه ان انا ما اجيش عليه حتى لو انا مثلا محتاجه حاجه في البيت مش هطلبها منه وانا شايفاه هو مش مقصر فخلاص في بينا موده ورحمه مش لازم اطلب الحاجه دي دلوقتي هو مش في مقدرته ايوه ما هو مش قادر دلوقتي خلاص يبقى انا هرحمه لكن مش هقول له انا ماليش دعوه انا شفت اختي لابسه دريس ما اعرفش ايه انا عايزاه دلوقتي حالا انت هتعمل كده لما تحس ان هو معاه بخلان عليها البخل مش في الفلوس بس البخل في الحنيه وفي الطيبه وفي الكلمه الكويسه في حاجات كتير قوي احنا عايزين الرجاله تبطل تبخل على ستاتها يعني عكس مراتك في البيت مش هيجرى اي حاجه والله لما تقول لها كلمه حلوه تسلم ايدك على كوبايه الشاي الاكل النهارده كان تحفه اللي حلو قوي الدرس اللي انت لابساه إيه طب ايه رايك هقف انا اعمل الشاي دلوقتي وهي بتشيل الاكل الحاجات البسيطه دي والله مش بتتعب ما بتقدرش على فكره مين اللي ما بتقدرش يعني في ستات ما بتقدرش مين قال كده لا في كتير جدا في دي نسبه قليله قوي يا استاذ محمد الستات والله يعني كلمه احنا قلنا ان على فودانها بالكلمه بس طب لو الزوج مثلا مكفي زوجته في كل حاجه كل حاجه هي محتاجاها وبتلاقي بيلاقي اتجاه سلبي منها يعمل ايه مكفيه من ناحيه ايه اكل وشرب مش اكل احتواء انا قلت احتواء ما هو لو احتواء استحاله هيقابل اللي حضرتك بتقوله ده انا بسميه عدم توافق عشان السن مثلا ما احنا قلنا لازم يكون في توافق هو مش السن مش معنى كده ان احنا يعني الفرق السن ممكن يكون عادي في ناس على فكره سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام تزوج السيده خديجه وبينهم 25 سنه وكان والوحيده اللي خلف منها اولاده الاربعه بعيدا عن السيده ماريا بس ده مش عائق لو في تفاهم ده مش عائق خالص لو في تفاهم طبعا احنا فاهمين بعض يعني مثلا انا مثلا استاذه دنيا ممكن احنا بنتكلم انا ابص لها فاللي هو انا بقول لها دلوقتي حاجه بعينيا هي هتفهمني او انا مثلا هبقى انا وزوجي مثلا في مشوار عائلي واحنا بنتكلم في حاجه فهو مثلا تعب وعايز يمشي هو من نظره عينه انا هفهمه اللي هو خلاص طب احنا هنستاذن من غير بقى ما اقول له لا انا عايز اقعد شويه انا ما صدقت جيت هو انت عايز تنكد عليا الكلام ده لا طبعا في حاجه بينا كده بتبقى اشارات كده ان انا انت فهماني انت حساني انا معاكي انا قريكي خلاص تمام احس بيها زي ما هي تحس بيا زي ما انا بطالب زوجتي ان هي تحس بيا وتهتم بيا وتخلي بالها عليا نفس الحكايه هي للمراه زي ما انت عايز مراتك تتزين لك هي الزوجه بتبقى مستنيه ان زوجها يتزين لها في البيت وبحاطط برفان مش هو خارج بس مش هو رايح مشوار بس يحلق دقنه ويلبس بدله ويحط برفيوم وخلاص طب ما في البيت هي اولى الناس كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيتكم مين بقى الراعي مين الرعيه هنا الزوجه والبيت الزوجه والبيت الزوج هو الراعي الرعيه مين المراه وولادها فهي اول واحده انت هي مسؤوله عنك هتتسال عليها اذا حزنتها ليه زعلتها ليه يا ترى جيت عليها كم مره يا ترى هي كانت عايزه تقول لك ايه وانت مثلا ما خدتش بالك ما سمعتلهاش على فكره ممكن تكون كانت عايزه تقول لك مثلا ان هي تعبانه ونفسها تنزل للدكتور وانت قلت لها طب بصي بس هخلص بس اللي في ايدي واجي لك ونسيت يوم واتنين واتفاجئت ان هي كانت تعبانه وراحت كشفت ورجعت هي مش عايزه تثقل عليك ولكنها عايزه حد يقول لها لا هاجي معاكي لا انا هنزل معاكي وبعدين ارجعي لهم وقولي لها طب انت ما قلتيش ليه وانت كنت قلتي لي
ده كمان يعني ده في رجاله كمان بتلوم زوجاتها على تاثيرهم على تاثيرهم هم معاهم. يعني انت ما هو انت اللي نكديه، هو انت كل موضوع هتعملي عليه حوار؟ هو احنا كل ما نتكلم لازم نتخانق؟ دي بتحصل اكيد. طيب هل الرجاله كلهم زي بعض؟ ده حقيقي ولا ايه؟ بصي هو كل الرجاله زي بعض الا من رحم ربي في حاجات معينه، في استثناءات زي ما كل الستات زي بعض في دماغها برضو بس في استثناءات، ما احنا هو احنا كلنا زي بعض الا من رحم ربي. نعم بالله، يعني اللي هو في استثناءات لكل حاجه. يعني الرجاله كلها زي بعض مثلا في ايه؟ عايز كل حاجه، ما بيعملش اي حاجه. مين قال لك كده؟ الراجل عايز كلمه. احنا قلنا في استثناء. لا مش قصدي، يعني عايز كل حاجه اللي هو ايه، عايز ست زي الفل، بيت زي الفل، اولاد زي الفل، الدنيا تمام خلاص، انا موجود. انا موجود يكمل ويتعايش. انا موجود. الست بقى نفس الحكايه، نفسها برضو في زوج كويس واطفال كويسين وبيت نظيف وحياه سعيده. احنا يعني عايزين نعيش بسعاده، مش مهم ان انا اعيش وخلاص اكل واشرب وانام وانا مخنوقه. الناس بقى دلوقتي بتموت، والله بتموت وهي نايمه، ده موت الغفله كتير جدا، بتموت وهي نايمه من كتر الحزن والكبت والقهره اللي هم فيها. مفيش حد تقول لك انا مش سعيده، تشوفيها بره زي الفل وبتلمع، لكن لو قعدتي معاها هتلاقيها ساكته وحزينه مش سعيده. ايوه دايما الانسان اللي بيضحك كتير بيكون جواه كبت وهموم ومشاكل كبيره جدا، وممكن تلاقيه ساكت جدا، انت تخاف من اللي قاعد ساكت اكتر، لان اللي بيضحك كتير بيطلع، لكن اللي قاعد ساكت دوت ده كارثه. بس يعني في مقوله بتقول ان السكوت دايما او السكوت في بعض الاوقات ممكن يعني ما يخليش العلاقه تنتهي، ان انا مثلا شايل من حضرتك او حضرتك شايله مني او الى اخره، فبالتالي انا لو عشان في ما بيهونش عليا زعل حضرتك فانا شايل جوايا فبسكت، فالسكوت احيانا بيكون حل ولا لا؟ بالعكس، ده هو بيكبر المشكله. لا ده بيجي في فتره كده وبيبقى في بقى الصمت ده الخلاص الزوجي. نعم. لما انا هفضل ساكته وحضرتك هتفضل ساكت، زي ما سيده ام كلثوم قالت كده، وده حب من عندي وعند، انا بكبريائي عنت ومش هتكلم، وانت بكبريائك عنت ومش هتسالني. كبرياء بقى في الموضوع طبعا، مش قصه ان انا بهون عليك او بتهوني عليا. فين الاهانه في كده بقى؟ ما هو يعني ايه ما هونتش عليك؟ ما انا لو ما هونتش عليك كنت سالتني مالك، انت قاعد ساكته ليه؟ تمام، انت كده انا كده هونت. سالت مره واثنين وثلاثه واربعه، لا وكل لما بسال السكوت احيانا عشان ما نخسرش بعض، انا بسكت عشان لا بالعكس ممكن ما نخسرش بعض. يعني اقول لحضرتك حاجه، لو انا دلوقتي غلطانه في حق استاذه دنيا، انت سمعتي كلام زعلك، المفترض لو في بينا صداقه او معزه هتيجي تقول لي انا زعلت عشان انت عملتي واحد اثنين ثلاثه، والله لو انا اللي عملته ده صح هعتذر لها، ولو ما عملتوش يبقى هي كانت فاهمه غلط، لكن ان احنا الاثنين نسكت انا هسمع وافضل الموضوع هيكبر. المواجهه هي لازم اواجه بس بطريقه كويسه. هو انا مش اول ما هتخش من الباب هقول لك على فكره انا شفتك النهارده وانت عامل لايك لفلانه الفلانيه وانت بتعمل كده ليه، وانا شفتك وانت بتصور معاها طب ما احنا عملنا مشكله كبيره. احنا ممكن نتكلم بالراحه، يعني اشوف اولا انا تقصيري في ايه مع زوجي مثلا. طب يعني هو طبع الرجاله للاسف، يعني او الخيانه في الوطن العربي هو مباحه للرجاله بشكل كبير، مباحه للستات طبعا، الحمد لله ربنا عافينا ما في عندهمش الحته دي. هو في ستات ورجاله ولكن الا من رحم ربي ونعم بالله. بس لا الست ما عندهاش حته ان هي تخون، دي صعبه عليها جدا. ليه بقى؟ لان احنا لا الشرع ولا الدين بيعدي حاجه زي دي، هو في الاثنين، واحنا الاثنين هنقف قدام ربنا يوم القيامه طبعًا. الراجل او الست هيتحاسب نفس المحاسبه. لكن دلوقتي الخيانه اسهل للراجل. ليه بقى؟ لان هو كان زمان بيعمل مجهود، زي ما قلت لك ان هو عشان يخون مراته بينزل بالعربيه او بيعمل مجهود يقابل حد وكلام. دلوقتي ممكن يكون هو قاعد جنبها على السوشيال ميديا، على التليفون ممكن يخونها وهو قاعد جنبيها، تبقى هي مثلا قاعده نايمه وهو ماسك الموبايل وشغال شات. ده الراجل عندنا ممكن يقول لها خلاص دي نازله والموضوع خلص ومش عارف ايه. هو الراجل اللي كده برضه هو ازاي؟ هو يعني ما بيكتفيش، يعني هو لا، في رجاله ما بتكتفيش وفي رجاله كويسه، وفي راجل عايز يتقي ربنا وعايز زوجته دي تكون زوجه الدنيا والاخره وعايز يكمل معاها، ولكن لما يحاول مره واثنين ثلاثه واربعه مع زوجته ما اكيد هيبص لبره. ما هو برده احنا ما نلومش الراجل برده على ان زوجته اللي وصلته انه يعمل كده. يعمل ايه؟ هو انه يخون مثلا. ما الحرام هيفضل حرام ولو كل الناس بتعمله. هو الحرام حرام، احنا دلوقتي ما بنتكلمش في قصه حرام وحلال. كل الناس بتغلط وكل الناس وخير الخطين التوابين، ولكن يعني الراجل برضو لو 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 لقي احتواء من زوجته ولو لقي زوجته بتقدره، ما الراجل هيعمل ايه؟ الموده والرحمه. رجعنا لنفس رجعنا لنفس البوينت، الموده والرحمه والتفاهم اللي بيننا. بس في رجاله هو طبعها كده اصلا. بصي دي ثقافه مجتمع، هو مش طبع، ثقافه مجتمع. اللي هو ما انا بقول لك ان هم يعني لو جوزك، بصي لو جوزك مثلا خانك خلاص معلش دي نزوه، انزلي اصبغي شعرك، مش عارف غيري لبسك، غيري طريقه كلامك معاه، اكيد انت اللي عملتي فيه كده او وصلتيه كده، نفس جمله حضرتك. لكن لو الست خانت مين هيرحمها؟ مفيش حد.
مع ان احنا الاثنين هنقف قدام ربنا بنفس الحساب، بس ربنا مش هيفضل حد عن حد في الحكايه دي. يعني مش هقول عشان انت راجل فانت هتعدي والست لا مش هتعدي، احنا الاثنين هنتحاسب نفس المحاسبه. لكن احنا عشان ثقافه مجتمع، احنا عايشين كده في المجتمع الشرقي عموما، الست غير مباح ليها الحمد لله، واحنا متقيدين جدا بالاسلام والشريعه ان ده ما ينفعش. احنا الستات عموما ما ينفعش تعمل كده. تمام، احنا بقى بنتكلم دلوقتي على المشكله بقى اللي توصل ان الراجل يقول انا هبص بره. تمام. طب وليه تبص بره؟ طب ما انت عندك الشرع محللك اربعه. احتوي. انت خلاص بقى لو الدنيا خلاص وقفت خلاص، خلاص شرع ربنا موجود. لكن ان انا اعمل اقول طب، علشان للاسف للاسف في بعض الزوجات عندها جوزها ان هو يخونها ويرجع لها افضل من هو يتجوز عليها. دي انت انت مش عملت نزوه وخلاص. لكن ما تتجوزش، ما انت اصل الجواز دوت حاجه خلاص قرار واستمرار بقى، مش هينفع ان انت ترجع فيه. لكن انت غلطت غلطه فانا مسامحاك عشان المركب تعدي او ان الدنيا تمشي. ما كلنا كلهم كانوا كده، ما هو اكيد بابا يعني عدت عليه نزوه وماما تقول لي معلش يا بنتي استحملي، ما كله كده عشان العيال. بتحصل صح؟ صحيح. طب هو الراجل بيحب الست القويه ولا الضعيفه؟ قويه جدا على فكره. الست القويه هي اللي بتبقى ضعيفه قدام زوجها، بس يعني هي بذكائها بتبين له ان انت اقوى. لكن هي الست اصلا بتبقى قويه لان هي متحمله عنه كل حاجه. ضعفها ده من شخصيتها ان هي بتحاول تخليه هو اقوى منها في نظره. الراجل لما يحس ان هو قوي وان هو مالك البيت وان انا اللي بعمل كل حاجه وانتوا بتاخدوا رايي في كل حاجه، يا البيت بيعيش في سعاده. لكن تخيل مثلا لو زوجها عارفه كل حاجه وبتقول لزوجها ما انا عارف ما انا عملت، يبقى انت مالكش لازمه. فدي هي كده، لو ما هي لو هتعمل كده هتقول بس باسم المتغطي. لو هي هتعمل كل حاجه من غير ما ترجع له هتبقى هي بتقول له انت مالكش لازمه، او ان هي تصرف في البيت، فده بيعمل مشكله معاه ان هو بيحس ان هو مقصر في بيته. في رجاله بتاخدها كده، ما بيبصش ان هي بتساعده، لا هو بيبص ان هي مقصر في بيته وانا مش قادر اكفي بيتي، فده بيعمل بينهم مشكله تانية. ما شاء الله يعني مرتب الزوجه العامله ده عامل عندنا شويه مشاكل جميله جدا. مش اي حد بيتقبل ان مراته بتشتغل وبتصرف. لا هو ممكن تكون هي بتشتغل وبتصرف وهو مش عاجبه، هي بتشتغل وبتتعب وهو نايم في البيت. في كده، في راجل عايز زوجته يعني تكون للبيت يعني عشان الحياه تستمر تكون للبيت للاولاد، وده صح من وجهه نظري. طيب صح طبعا، يا ريت احنا خلقنا اصلا ان احنا نرتاح على فكره، بس كده. والذمه الماليه بتاعتنا منفصله تماما عن الرجل. يعني انا دلوقتي لو بشتغل ومعايا فلوس جوزي ما يسالنيش عليها. اتحاسب امتى؟ لو اخد من فلوس زوجي او ادي اهلي او ادي حد تاني. تمام اوكي. تمام. طيب دلوقتي احنا في الظروف اللي احنا فيها والظروف الاقتصاديه، اغلبيه الستات مضطره ان هي تنزل العمل علشان تكفي البيت، او في ناس بتحب تحقق طموحها. يعني انا دلوقتي لما بشتغل ما انا بحقق ذاتي، وفي نفس الوقت انا بعرف اوازن بين بيتي وبين شغلي وبين زوجي وبين احتياجاتي الشخصيه. بس لازم انا مش هقدر كل مره اقول لزوجي هات عشان اجيب. ما الظروف اللي احنا فيها مطالب من حضرتك تقولي هات عشان اجيب، مطالب منه ان هو يتقي ربنا وان هو يدي حضرتك ما دام الحاجه دي في المعقول. اوكي لو ما فيش، انت دلوقتي عندك اربع اطفال. تمام. هتصرف عليهم اكل وشرب ومدارس ودروس. الزوجه يعني هي اكيد حاسه بيك بقى، ما هو ده اللي احنا بنتكلم برده فيها. نرجع لنفس البوينت تاني، الموده والرحمه. انا حاسه بزوجي ان هو مش قادر يكفي معايا، فلازم انزل اشتغل معاه. اصل احنا ايد واحده وشركه واحده، والبيت دوت الشركه بتاعتنا. لو انا شلت ايدي العمود هيقف، وان ليج دي ما ينفعش حد يقف على رجل واحده. يعني انا وانت مع بعض، احنا الاثنين ماضيين العقد مع بعض ان احنا هنكمل مع بعض وهنشيل البيت ده مع بعض. فانا بعمل كده عشان انا بحب بيتي وبحب زوجي وبحب اولادي، مش بعمل كده عشان اتفاخر واقول انا معايا وبصرف. مفيش كده والله، مفيش ستات بتتكلم كده الا قليل جدا جدا جدا، وما اعتقدش يعني الا لو الزوج ضايقها. الا يعني لو الزوج ضايقها، الزوج اللي بدا من الاول. يعني اللي هو بقى ايه مثلا، يعني مثلا عندي مشوار فلا ما انتش رايحه. طب ده شغلي. لا ما انتش رايحه. عايز بقى يبين ان هو ايه كلامه ماشي في البيت، فانت هنا بتعنفني بطريقه مش حلوه. فاقول لك طب ازاي ده شغلي، امال انا امال هصرف منين، امال مين اللي هيجيب. فتبتدي الزوجه تفكر زوجها بطريقه مش حلوه ان هي بتساعده. بالظبط. وطبعا مفيش رجاله بتقبل الحته دي خالص، مع ان هو عارف ان هي بتساعده وممكن يقول كده من وراها، لكن ما تواجهنيش بالحكايه دي طبعا. طيب يعني هل الحب وحده يعني يكفي لاقامه اسره سعيده؟ لا طبعا. لا ما هو نفس الجمله تاني. الحب لوحده الحب يا جماعه والله يعني الحب دوت اللي هو العشره والموده والرحمه بيننا. عشره موده رحمه، هي دي هو ده. طبعا. الحب بمقتضى في القران، انما احنا قلنا ان الحب كلمه الحب نفسها اتذكرت في القران في علاقه غير شرعيه. فسيبك من موضوع ان نحب بعض بقى، احنا طول ما احنا بينا عشره هنحترم بعض وهنحب بعض. في موده ورحمه زي ما موده ربنا. ورحمه ان انا اود زوجتي ان انا اسالها دايما عامله ايه، محتاجه حاجه، انا جنبك، لو في حاجه مضايقاك احكي لي. الرحمه ان انا ارحمها من الضغوط اللي عليها على طول، ما احطش ما اشيلش واحط فوق دماغها واقول ما كل الستات كده، ما كل الستات بتستحمل. هو انت عملتي ايه؟
ما كلهم بيشتغلوا، ما كلهم عندهم اطفال، ما كل الستات متجوزه وفاتحه بيوتها وبيوتها زي الفل ومعاها اولاد، بيحصل ولا لا؟ بيحصل. طيب هي امتى الست تقول عفوا لقد نفض راستكم؟ يعني خلاص يا تبقى بصي بقى هقول لك، مشكله الزوجه ان هي بتستحمل تستحمل تستحمل عشان المركب تمشي، عشان الاولاد، عشان الدنيا تبقى تمام، وعشان احنا في مجتمع للاسف ذكوري شويه، كلمه مطلقه مش سهله زي ما يكونوا بيشتموها، يعني انت مطلقه. الحمد لله الفكر ده بدا يتغير دلوقتي شويه، ولكن بتيجي عليها مرحله اللي هو عفوا لقد نفس رصيدك من عندي، رصيد الرحمه اللي كان عندي انا ما خدتوش منك، فانت استنفذت كل الرحمه اللي كانت عندي خلصت، فانا ما عنديش رحمه ثانيه اديها لحد. الموده انا عملت كتير جدا ووديت كتير جدا، وديت اهلك ووديت اهلي ووديتك انت ووديت ولادي، الموده اللي كانت عندي كلها خلصت، وانت ما اديتنيش رصيد من عندك اخليه احتياطي، فكده رصيدك في الموده خلص. في العيشه بقى اللي هو مثلا زي ما بقول لك كده، الزوجه بتبقى بتشتغل وطالع عينها بيت واولاد وشغل، والزوج مش مقدر، انت كده خلصت رصيدك معايا خالص من التقدير، خلاص ما عنديش اي رصيد تاني اديهولك، فهنا نقول عفوا لقد نفذ رصيدكم. بالظبط. طيب يعني مين بيحارب اكتر لنجاح العلاقه؟ الزوجه. ما احنا قلنا احنا في مجتمع ذكوري، انا دلوقتي مش عايزه اسمى مطلقه، فبحارب، بحارب ان يبقى ليا بيتي وكياني وحياتي واولادي، ولادي ما يتبهدلوش بعد ما نتطلق. هي الملامه برضو؟ لا، الملام هنا الاكثر حكمه. الأكثر اه طبعا الراجل، احنا قلنا بقى نضاج او فكر، النضج الفكري دوت لازم يبقى اكتر، الراجل ما يبقاش ايه معي، يعني ما اروحش زي معالي زايد اقول له طلقني دلوقتي حالا فارجو وانت طالع، سيبينا نام. سيبينا نام، انا عايزه انام. فين الاكثر حكمه هنا؟ لازم الراجل يكون عنده اكثر حكمه. الست احنا عايزين نقول كده بالعربي كده نرفوزه شويه، يعني يا ترد عليها يا تتخانق معاك. رد عليا، انا بكلمك كده، ما بكلم، ما تبصليش وانا بتكلم. انت ما بتردش عليا؟ اه انت ما بتردش عليا ليه؟ انا مش بكلمك، ويبقى باصص في الموبايل ومراته عماله ترغي وعايزه تحكي في موضوع وهو ما بيردش. طب طلقني. طب يعني معنى كده ان بسهوله جدا الدنيا هتخلص في كلمه الزوج عشان مراته نرفزته شويه، الدنيا تخلص. طب والاولاد؟ ودلوقتي بيحصل مشاكل كتير جدا في محاكم الاسره، ان الام يا اما بتمنع الاطفال ان هو يشوف اولاده، او العكس، او ان هو يمتنع عن الصرف عنهم. طبعا فين الرجوله في كده؟ ان انت تبقى، هو انت متجوزها علشان هي خناقه بينكم يعني هنخلص من بعض، عايزه تطلقي فمش هصرف على اولادك؟ هدفنا ان كل الناس يعني يكون في مساواه ويكون في موده ورحمه بين الزوج والزوجه. يا رب. عايزين من حضرتك كبسوله للكاميرا، مع حضرتك كبسوله بقى لكل زوجه ازاي تتعامل مع زوجها. ماشي، احنا هنقول الزوج الاول. احنا هو القضبان يا جدعان، والله العظيم اصل مين اللي ماسك المركب الاساسيه؟ الزوج. لكن مين اللي بيسوق؟ الزوجه. اللي بيسوق في بعض الامور او لا في كل حاجه في، على فكره الزوجه هي اللي يعني في ستات هتزعل مني، الزوجه هي اللي مسؤوله عن انجاح العلاقه كامله طبعا، لكن لما بيجي حد يفسدها هي غصب عنها بتنساق، مش هتقدر تكمل. انا مش لوحدي، انه اي بيت المفروض يكون مغلق على الزوج والزوجه، مفيش طرف ثالث. يا ريت مفيش طرف ثالث. مش في واحده صاحبتي اصلا للاسف النهارده الحموات مشكله كبيره برضو، الا من رحم ربي. الاصدقاء ممكن في زي ما في صديق سوء، في صديق كويس، صديق كويس، فبالتالي النهارده حصل حاجه ف يا بنتي حصل ايه؟ طب تبدا تحكي، فالبنت مشحونه مثلا فبتبدا تحكي لصاحبتها. شفت انت قلت ايه؟ مشحونه طبعا. طب فين الزوج اللي سمع منها بقى؟ فين الزوج اللي مش موجود؟ سبب الشحن اصلا فين؟ مثلا او في شغل او في مشكله بين الزوج والزوجه. من ايه؟ ما هي مشحونه منه. ما احنا المفروض يا استاذ محمد يبقى عندنا ثقافه تحدث، يعني انا دلوقتي انا زعلانه انا وزوجي، خلاص بلاش النهارده نتكلم في حاجه، بس مش معنى كده هسيب 3 4 ايام اسبوع ساكتين. لا، احنا زعلانين النهارده وهو متضايق وانا متضايقه، ولو هنعمل تصادم لو اتكلمنا احنا الاثنين لازم يكون في تسامح، هنعمل تصادم، فانا هسكت وهو هيسكت النهارده، بس بكره احنا مش هنعند قصاد بعض. انا مش هكلمك عشان انت ما كلمتنيش، لو انت جيت كلمتني هكلمك، لو ما جيتش كلمتني والله ما انا رد عليك، ده اسمه عند، ده عنده كبرياء بقى. لو حطينا دماغنا قصاد بعض يبقى احنا كده خربنا البيت، لكن هنعمل ايه؟ كل واحد فينا يبدا مبادره. طب تعالي انا عايزه اقعد اتكلم معاكي، طب انا معلش امبارح كنت متضايق، انا عايزه اعرف انت عملتي 1 2 3، طب دي حاجه مش عاجباني، دي حاجه مضايقاني، ما هو انا كان نفسي ان انت تسمعني عشان عايزه اقول لك كذا كذا، انت ما اديتنيش فرصه نتكلم مع بعض. الحوار ما بقاش في حوار في البيوت، في ناس ما بتبقاش عايزه تتكلم اساسا، وبيقول لك انا مش هفتح في الموضوع اللي عدى خلاص. لا، ما هو في يوميها مش هيفتح، عشان تبقي عارفه. لا مش في يوميها، ممكن بعد كده يعني مع الوقت، بس ما يكونش وقت طويل في الموضوع، ما نطولش في الخصام، بلاش موضوع الخصام ده يعني، فاهمين؟ احنا في الاول وفي الاخر لبعض، احنا طالما يعني مضينا العقد زي ما حضرتك قلتي فاحنا لبعض، احنا الاثنين مع بعض، واحنا الاثنين هنبني مع بعض، وده هياثر على اولادنا. يعني انا هقول لك، لو الزوج دخل من البيت
اول ما دخل كده مثلا يعني طبطب على مراته، انت عارف اللي هيحصل؟ ابنه هيجري يحضنهم هما الاثنين. انا بعود الطفل ان هو ياخد كفايته من الحنيه والطيبه اللي بينا. انا بقول انه ما ينفعش يبقى في خصام بين الازواج، ممكن يكون في عتاب مش خصام، ممكن نسميها عتاب. ما هو العتاب هيجي بعد ان احنا نهدى، مش خصام. احنا ما قلناش ما ينفعش خصام نخصم بعض، احنا مش صحاب. اصل في حاجات مشتركه بينا ان احنا لازم دلوقتي ما فيش قرارات هاخدها لوحدي ولا انت قرارات هتاخدها لوحدك، احنا الاثنين مع بعض. بس انا بقول يعني ندي فرصه لبعض ان احنا ايه نهدى عشان نعرف نتكلم، لان وقت العصبيه انا هقول كلام هيوجعك ومش هعرف انساه، وانت هتقول كلام هيوجعني مش هتعرف تنساه. الموضوع هيخلص وهنتصالح على فكره، بس هتفضل الكلمه اللي انا سمعتها انت عملتي كذا كذا، او ان انت السبب في كذا، او ان انت اللي عملتي ده. انت هي دي اللي بتولد الانفجار وبتولد المشاكل. والست ما شاء الله والله العظيم من قلبها وقف من قلب زوجها، ولا زحزحت جبل اسهل، قلبها بيبقى عامل زي الجبل من كتر الهموم اللي شالتها هو بحجمه بالظبط، ولو عملت اي حاجه مش هتقدر تحركه. ما هي الست بقى دي مشكله بقى. دي مشكله عند الست ان احنا بنتحمل قوي 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 قوي، بس لما بنقفل خلاص خلاص مهما ما بقى مش شايفه اللي قدامي، مفيش شحن خالص. الزوج بقى عنده مشكله في ايه؟ ان هو عارف ان مراته يعني مش هتروح بعيد، هي مركونة على الرف، هي موجودة في البيت، فبيعمل فيها اللي هو عايزه. يعني بما معناه كده اللي هو ايه، هي موجودة، انا يعني انا مش شايفك، انت عمالة ترغي، انا مش شايفك، انت كده كده في البيت. هو ذكر في البطاقة. ايوه بيعمل كده، هو ذكر في البطاقة، انما هو من جوه وعارف ان هي مش هتطلب الطلاق، هتروح فين بالولاد. ان انا اتمسك بدين الله وان انا اتبع الشرع وان انا ندي ازواجنا او زوجاتنا اخلاق الرسول يا جماعه، يعني ما شاء الله كلنا نقتدي باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام. كان يعني بيخرج السيده عائشه وبيجروا مع بعض وبيعملوا كل حاجه، والسيده خديجه كان بيحبها جدا، ويعني ما شاء الله وما كانش بيأثر مع حد من زوجاته، حتى لما حب السيده عائشه اكتر شويه كان يعني بيستأذن ربنا ان هو غصب عنه اللي حاسس بميل ليها، لكن في المعامله كانت كلها واحد، ما كانش بيأثر مع حد. صح كده، فاحنا نقتدي ما نظلمش بعض. يعني حتى لو انا زعلان من مراتي في حاجه، طب استنى شويه وبعدين اقول لها على فكره نزلت منك عشان 1 2 3، اعودها ان احنا يبقى في بيننا لغه حوار. تعالي قولي لي لما تكوني زعلانه، يمكن انت فهمتي غلط. تمام، يمكن انا فهمت غلط. المفروض ده حقيقي، ولازم يكون في توعيه بيننا وبين بعض، ونسمع دايما للتوعيه. طبعا لازم. طب ايه الفرق بين التقدير والفضل؟ التقدير والفضل في العلاقه. بص يا ستي، التقدير في العلاقه في البيت مثلا، التقدير لو انا مثلا مراتي لابسه فستان حلو قوي قوي قوي، فبقول لها الفستان ده حلو جدا، ده تقدير، انا بقدرها ان هي لابسه حاجه حلوه. انت الفضل لما الاقيها لابسه مريله المطبخ اقول لها والله العظيم شكلك زي القمر، ده انت في البيت احلى من بره. هو ده بقى الفضل. ده الفضل. التقدير مثلا في ان انت لما تكون هي تعبانه تعمل بدلها الوجبات مثلا، او تجيب لها حاجه سخنه او كده. الفضل ان انت تعمل ده وهي سليمه، ارتاحي انت النهارده انا هعمل بدالك. يعني التجمل بين الازواج شيء مهم. هو انت عندك حد تعكسه غير مراتك؟ يعني هي تستنى الكلمه لما تشبعها محبه وكلام حلو، والله مهما سمعته من بره مش هتاخده، وهتلاقي منها هتطلع منها مش بقى. موضوع ان هي تلاقي، هي كده كده هتدي في البيت. انا قصدي ان هي لو زوجها شبعها كلام حلو، سواء الزوجه او الابنه، لو انت عندك بنت في سن مراهقه مثلا وراها حاجه تقول لها ده انت الفستان شيك عليكي جدا، ده الصور اللي صورتيها امبارح كانت جميله، لما تسمعها كلام حلو كتير هتشبعها. هي مش هتبص، بتبني مش هتسمع كلام من بره، مهما حد عاكسها بره بقى هي مش سامعه الكلام ده. انت فاهمني؟ التقدير مثلا في الخروجات، انت عندك يوم في الاسبوع تعالي انا هخرجك النهارده، ماشي ده تقدير. انما الفضل امتى؟ في عز شغلها وتعبها تقول لها ما تيجي نخرج النهارده، لا ما تعمليش اكل احنا هناكل بره. بالظبط، هو ده الفرق بين التقدير والفضل. هو الفضل بالظبط ان انت بتعمل لها الحاجه اللي هي مش محتاجاها دلوقتي، انما لازم لكن تبقى حاسس حاجة بيها في وقتها. ما في حاجات في وقتها، لكن احنا بنتكلم ان الفضل ده زي ما بقول لحضرتك كده، ان هي مش محتاجه دلوقتي، مش مثلا محتاجة خلاص هي مثلاً هتقول لها بلاش تعملي اكل النهارده انا هجيب اكل جاهز، مع ان هي ممكن تكون عامله اكل، فهتبقى فرحانه تقول لك خلاص خلي الاكل ده لبكره، اديني ارتحت شويه من اكل بكره مثلا. ده الفرق بين التقدير والفضل بيننا. طيب، ولا تنسوا الفضل بينكم زي ما دايما بنقول. عايزين بقى احنا كده قلنا للزوج بس، عايزين نقول للزوجه بقى ازاي تحافظ على حياتها. تحافظ على حياتها هي طول والله حياتها الاسريه. ما انا فاهمه، مش هتروح تنتحر يعني. بص يا استاذ محمد، طول ما الزوجه شايفه الزوج معاها اخ وصديق وحبيب ويطبطب عليها ويخلي باله منها ويحتويها، الاحتواء مهم، الاحتواء خصوصا في الظروف اللي احنا فيها دي. احنا قلنا من كتر المشاكل الزوجه بتضطر ان هي تسمع كلام من بره، نفسها تسمع كلمه حلوه، مفيش. طيب ما هو يعني بيبقى داخل مضغوط زي ما حضرتك بتقول كده، فبينسى يقول، بينسى يطبطب عليها يقول لها انت عامله ايه النهارده،
ماشي انت تعمل، الراجل مضغوط والراجل عنده شغله. الكلمه دي الكلمه دي الكلمه دي هتتعب قوي كده. انت لو جالك تليفون دلوقتي واحد صاحبي بيقول لك انا العربيه واقفه على الدائري الحقني، انا لابس منازل، انا ما لحقتش اتكلم، وانا في شغل دلوقتي ومضغوط وعندي 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 وفي تليفون وفي فلوس رايحه وفي فلوس جايه وهخسر. هو انا بقول لحضرتك سيب شغلك واتصل بمراتك؟ لا مش كده، لازم ان انا يكون عندي برضو الست، لازم يكون الست عندها ثقافة الوعي انها شايفة زوجها مثلا تعبان وشايل هم وعنده مضغوطات، هي دي الرحمة اللي بينا بقى، ما تطلبش برضو ما تطلبش في وقت ايه؟ معين. طب انا عايز اقولك ان في كان مقولة زمان يقولك الاهتمام ما بيتطلبش، صح؟ حقيقي؟ لا مش حقيقة طبعا، الاهتمام بيتطلب. لا طبعا زوجك مش هيفهم انت ان انت مصدعة دلوقتي عشان كده انت قاعدة ساكتة، لا بيتطلب. وهي برضو مش هتفهم ان انا برضو مضغوط في شغلي وي الى اخره. الرجالة ما عندهاش ثقافة ان انا افهم التلميحات، يعني يا ده انا مش عارفه اسناني مش عارف ايه، ده انا دماغي مش عارف ايه، فما تقول انا مصدعه. هو الراجل بيبقى عايز يجي صريح كده، قولي انا مصدعه ان انت مثلا ده العيد داخل علينا ومحتاجين، ما تقول انا عايزه فلوس عشان اجيب كذا. الراجل ما عندوش ثقافه التلميح. تمام. لا هو عايز دايركت، لازم تعملي مقدمات، بلاش الرغي الكتير بتاعي. قولي انت عايزه ايه. الاهتمام بيطلب. انا لازم اعرف زوجي ان انا محتاجاه لك، انا عايزه اسمع كلمه حلوه، انا محتاجه وجودك في حياتي، انا محتاجاك جنبي. والزوج لما بيسمع كده اكيد هو هيبقى جنبها. هو ده الاهتمام اللي بيطلب. لازم بقى الزوجه يا جماعه تعلموا تطلبوا من بعض الاهتمام، ما فيهاش مشكله، مش عيب ان انا اقول لجوزي انا محتاجه لك، انا عايزك تقعد تتكلم معايا على الهوا دلوقتي. لو سمحتي يعني لو سمحتي اطلبي من زوجك الاهتمام والحب والحنيه، الكلام الحلو، خليكي دايما يعني اشغلي وقته بيكي. لكن لو هو بيحبني كان عارف لوحده، مفيش الكلام ده، هو مش يعني مش هيبقى قارئ فنجان. ممكن الزوج يكون عنده ضغوطات ومشاكل ويكون مثلا راجع من شغله تعبان، وبكلمه واحده من زوجته تنسي الدنيا كلها، تخليه يعمل ريفريش. ما هو برضه لو دخل قال السلام عليكم، هو لو دخل من البيت بيقول والله والله العظيم دخل السلام عليكم عامله ايه النهارده الحمد لله وانت عامل ايه بقى واخبارك ايه، وهي كمان هتبتدي بقى ايه بص انا هعمل لك الغدا على ما انت تخش تاخد شاور، الدنيا هتبقى حلوه. لكن هو داخل من بره ايه الريحه دي، انت ايه مفيش الكلام ده والله فيه والله العظيم كده مشاكل اللي هو يعني الرجاله بتبقى داخله من كتر مثلا الضغط بتاع الشغل او ان هو جاي من الحر بقى او بيبقى داخل ما عندوش صبر ان هو يقعد، يعني انت اللي هو انا عايز ادخل. انت اللي قلت اهو، انت قلت انه جاي بقى مشحون وعنده بيقول سلام عليكم، دي كلمه يا استاذ اكيد بيقول سلام عليكم، مش اكيد، ما هو لو قال سلام عليكم انت عامله ايه، الكلمه دي صعبه مش صعبه؟ لا اكيد طبعا، وبتتقال بس ممكن تتقال بطريقه غلط او بطريقه او ما يكونش فيها روح او سنس. والله العظيم انا اعرف اسباب والله فعلا يوصل. اول ما يدخل من الباب السلام عليكم عاملين ايه النهارده، انا زوجي ربنا يبارك لي فيه يا رب ويديله الصحه يا رب، اول ما يدخل سلام عليكم، لان لازم يدخل يقول سلام عليكم اصلا حتى لو البيت فاضي. عاملين ايه النهارده، عامل ايه يا ادم، عامله ايه يا جميله، اخباركم ايه، وبعدين يدخل يغير هدومه وياخد شاور اكون انا حضرت الغدا في كده اللي هو معامله، مش هو اول ما يدخل ما نطقش اقول طب يا اخي قول سلام عليك. في حياته في حياته شخص هو اللي بيساعده انه يكمل حياته، وراء كل رجل عظيم امراه واقفه جنبه، وراء كل امراه برضه رجل واقف جنبها، مش وراها جنبها، ان ما كانش هيقف جنبها عمره ما هي هو ما هيبان وهي وراه. تمام. مش هتبان يا استاذ محمد لو واقفه وراه، لازم تبقى واقفه جنبه، ايدها بايده، نبني مع بعض ونوصل مع بعض عشان ده بيتنا وحياتنا. لو انا عايز اعيش سعيد لازم اعمل كده، عايز اعيش سعيده ومبسوطه ببيتي، مش عايشه وخلاص اكل واشرب وانام، انا عايز اعيش مبسوطه. طب انا هسالكوا سؤال بقى، فضل. السؤال ده ليكم انتوا الاثنين، لو قابلت نفسك في الشارع هتعمل ايه؟ هتكلم معاها عن كل حاجه، هفضفض معاها واحكي معاها، زي دايما انا عندي نظريه مثلا بعملها لما بيكون عندي تراكمات او الى اخره، بقف قدام المرايه وببدا اتكلم مع نفسي عن المشكله. هتقول لها ايه عنك انت؟ احنا عن حضرتك مش عن عن اي حاجه. هقول لها نفسي ارجع الزمن يرجع بيا لورا. وحضرتك؟ انا مفيش، انا لما هقابلها هشكر نفسي على اللي انا بعمله. ايوه طبعا لازم تدي نفسك يعني التقدير. ايوه يعني انا دايما كتير جدا، انا ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها بتتحدى كتير جدا حاجات كتير وعندها تحديات كبيره جدا برضو، ربنا يحفظها. امراه مصريه اصيله. انا اصلا نعم. بلعب رياضه، بلعب رفع اثقال، بطل الجمهوريه ما شاء الله وكاس مصر. قولي لي عشان افعل طبعا عشان ما ازعلهاش، قولي لي عشان ما ازعلهاش. وكنت بتسلق جبال وكنت برضو بتعلم بمارس يعني الغطس، يعني في حاجات كتير قوي بعملها فالحمد لله. يعني هي بقى دلوقتي بدل ما احنا بنسالها هي بقى اللي بتسالنا، هي المذيعه دلوقتي. ايوه كل واحد لازم يقابل نفسه ويتكلم معاها ويديها تقديرها ويشوف ايه الحاجات اللي هو واقع فيها، ايه الحاجات اللي انا مقصر فيها مع نفسي. طول ما انا مش راضيه عن نفسي مش اللي قدامي مش هيرضى عني،
طول ما انا مش حابه روحي كشخصيه اللي قدامي مش هيحبني. لازم احب نفسي، لازم احب نفسي وادي نفسي التقدير ان انا تعبت، انا عملت، انا هوصل وهعمل. لازم دايما اشجع نفسي. انا عايزه اقول لكم حاجه، الدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله عليه قال لنا قبل كده تمرين كان حلو جدا جدا، ان انت لو عايز توصل لحاجه انت نفسك تحققها تغمض عينك، تاخد نفس عميق جدا، يعني غمض عينيكوا، انا بكلم جد تمام، غمض عينينا على الهواء. والله عادي والله. وهتشوفي طريق طويل في سلالم، افتحي الباب، انت اللي واقفه هناك دي، انت اللي حققتي كل حاجه، انت اللي عملتي كل حاجه. المشهد ده هتشوفه في يوم من الايام زي ما هو كده، ان انت واقفه في مكان وواقفه. انا اقتنعت من جوايا انه ده هيحصل، فسبحان الله حصل. كما تراها تجدها، تمام. او زي ما سيدنا محمد بيقول تفاءلوا بالخير تجدوه، اللي انت شايفه هيحصل. لو طالع بقى من بيتي ومخنوق وشايف ان اليوم هيبقى وحش، هيبقى يوم هيبقى انا شفت قطه سودا النهارده فالدنيا قفلت. لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين دايما نتفائل، ويعني تفائلوا بالخير تجدوه. وكما تراها تجدها، انت شايف الدنيا خير وجميله وحلوه، في مشاكل وهعديها وهقف قدامها. اصل يقول لك مفيش مشاكل بيضحك عليك. لا لا لا، في طبعا في مشاكل وفي ضغوط وفي تحدياتها. ما هو انا امتى احس ان انا حققت حاجه؟ لما اقابل التحدي واقف قدامه واوصل للهدف اللي انا عايزه. ده خير الختام بقى، ده خير الختام. تفائلوا بالخير تجدوه. انا بشكر حضرتك جدا جدا، اخصائي الصحه النفسيه استاذه ميرفت سليمان. بشكر حضرتك جدا جدا، نورتينا في اللقاء. ربنا يعزك. اشكرك يا دنيا. شكرا جدا ليك يا محمد. شكرا استاذه ميرفت. كده خلصت حلقتنا، نشوفكم على خير في حلقه جديده، والى اللقاء.